هي مدينة ليست من هذا الزمن جيد جيد ليست من هذا الزمن هذه الجملة الأولى مدينة ليست من هذا الزمن ليست من هذا الزمن ماذا نقول عنها كيف نعرب هذه الجملة ليست من هذا الزمن هذه جملة اسمية جملة فعلية ماذا نقول نعم ماذا نقول كيف تعربون هذه الجملة؟ ليست من هذا الزمن جملة اسمية إيه؟ اسمية فقط اسمية فقط لا تقول جملة اسمية خطأ اسمية منسوخة جاية اسمية منسوخة منسوخة لأنه ليس قبلها ليس فعل الناسخ ليس من أخواتي كان نعم اذا تقول جمله في جمله اسميه منسوخه جمله اسميه منسوخه في محل رفع نعت لحظه فقط انظر الى الى الجمله اهل مدينه لا يفهمون لا في محل جر نعت في محل جر نعت، بمدينة ليست من هذا الزمن، إذا جملة اسمية منسوخة في محل جر نعت، تمام، أين الجملة الثانية؟ الجملة الثانية أين هي؟ الجملة الثانية أين؟ نعم لاجئ ما الآن هذه هذا نعت نعت عالي مفرد وليس جملة عندي جملة أخرى من أهل مدينة لا يفهمون حاجتي لا يفهمون حاجتي. مدينة نكرة لا يفهمون حاجتي هذه جملة فعلية في محل جر نعت أيضا تمام طيب ما هي الحناطير؟ الحناطير ما هي؟ ما هي الحناطير الحناطير ما هي الحناطير من يعرف الحناطير هذه الحناطير هي هذه العربة 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 بالحصان الحصان مع العربة نسميه حنطور كانوا يسمونها حنطور العربة الحصان والكاليش كما يقال هذه هي الحناطير حنطير أو حنطور تمام؟ إذا هذه هي الحناطير. طيب آه، الممنوع من الصرف الممنوع من الصرف مليء في هذا النص، أعطني الأسماء الممنوعة من الصرف في هذا النص. الأسماء الممنوعة من من الصرف الأسماء الممنوعة من الصرف في النص، النص صفحة 79، صفحة 79. هيا قبل أن ينقطع النت مجدداً. شبعان جيد مراكش احسنت شكرا همام حنا لا هنا الحناطير ليست ممنوعه من الصف لماذا؟ لانها معرفه شوفوا الممنوع اسطنبول جيد مشاهدة جيد 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 زيد اسطنبول مشاهدة مراكش بلغراد تيتو اسم اعجمي ملآن طيب هذه ملآن وشبعان ملآن وشبعان وطرشان لماذا ممنوعة من الصرف ملآن شبعان طرشان لماذا ممنوعة من الصرف الغرباء ليست ممنوعة من الصرف معرفة ب ال ملآن شبعان طرشان لماذا ممنوعة من الصرف ألف ونون فقط زيد هذه علة واحدة زيد علة ثانية زيادة ألف ونون وصفة على وزن فعلان جيد أو نقول الوصفية زائد ألف ونون مع زيادة ألف ونون لا ليست صيغة منتهى الجموع ليست صيغة منتهى الجموع صيغة منتهى الجموع منها مفاعل ومفاعيل هذه هي صيغة منتهى الجموع هنا الوصفية زائد ألف ونون زيادة ألف ونون صح نعطيكم استثناء الآن من من النص استثناء، وأعربوا للمستثنى مثلا: لا يأتي إلا المغضوب عليهم، لا يأتي إلا المغضوب عليهم، ما نوع هذا الاستثناء؟ لا يأتي إلا المغضوب عليهم، ما نوع هذا الاستثناء؟ حوسوا عليها أنا خرجت من والله آه في الفقرة الثانية السطر الثاني ولا يأتي إليها إلا المغضوب عليهم الفقرة الثانية السطر الثاني من في ناقص شكون اللي قال من في ناقص صار بن عبد السلام جيد من في ناقص من في ناقص طيب هنا كيف نعرف المغضوب كيف نعرب المغضوب كيف نعرب المغضوب لا هذا ليس تام ما دام ما فيش ما احسنت يا احسنت يا سبارتوف لك حل اسماء احسنتي فاعل شكرا جميل كل ما قال فاعل احسنتم لما يكون ناقص من في لما يكون ناقص من في تنزع هذه الا وتنزع اللا تبقى ياتي اليها المغضوب عليهم التقدير ياتي المغضوب عليهم اليها والمغضوب هنا فاعل طيب نزيد لك اخرى لا ترى فيه الا الحناطير ولا ترى ولا ترى فيه الا الحناطير شكل الحناطير واعرب الحناطير يلا ولا ترى فيه إلا الحناطير هذا نوع استثناء ما نوعه راهي في الفقرة الثانية سطر واحد اثنين ثلاثة أربعة ناقص منفي كيف نعرف الحناطير ناقص منفي ناقص منفي المستثنى منه غير موجود ما دام غير موجود المستثنى منه هذا ناقص ومنفي انظر لا ولا ترى فيه الا رأء الا الحناطير را مفعول به نعم مفعول به ترى الحناطير فيه مفعول به مفعول به يلا اعطيكم الان واحده فيها سوى سوى لكنني لم ازر سوى عدد قليل لم ازر سوى عدد قليل هنا منوعه منوع على الاسم لم ازر شوفوا في الفقه في اخر نص قبل سطرين لم ازر سوى عدد قليل ناقص من فيه مفعول به صحيته صحيته ازر سوى مفعول به طيب عدد كيف نعرب عدد عدد كيف نعربها عدد عدد كيف نعرف مضاف إليه أحسنتم مضاف إليه جميل الذي بعد غير وسوى دائما نعربه مضافا إليه وقليل قليل لم أزر سوى عدد قليل كيف نعرب قليل قليل نعم صفة جميل جميل جدا أحسنتم أحسنتم طيب آه البدل اين البدل في النص صفحه 79 صفحه 79 اين البدل في النص في الفقره الاولى اين البدل في الفقره الاولى تبدي من الفقره الاولى البدل في الفقره الاولى آه شراز محجور محجور سنتحدث عن هذا لحظه هذه الجزر جميل زين لكن في الفقرة الأولى أعطوني في الفقرة الأولى في الفقرة الأولى. اللافتة جميل اللافتة هذه اللافتة المعرفة بعد اسم الإشارة يعرب بدل تقول بدل أو عطف بيان كلاهما صحيح طيب عندك هذه اللافتة هذه الجزر هذا المكان هذا الزمن تمام؟ إذا هذه هي، هذا هو البدل من النص، طيب زيدوا لي قبل ما نروح، زيدوا لي محسنات بديعية وخلاص، زيدوا لي محسنات بديعية. تجدونها في آخر فقرة. المحسنات البديعية، أكملوا لي المحسنات البديعية، صفحة 79. أكملوا المحسنات البديعية ثم نذهب بإذن الله. هاي المحسنات البديعية. المحسنات البديعيه نوعا عندي محسنات لفظيه آه السجع والجيناس والمحسنات المعنويه طباق والمقابله جيد 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 ذهابا ايابا ذهابا ايابا هذا ليس سجعا هذا طباق طباق ذهاب اياب طباق زيد ملان شبعان لا ليس آه ملان شبعان لا ليس سجعا هذا همام ما عنديش فواصل هنا عنديش فواصل عندي شوف ذهابا ايابا لا اريد اريد لا اريد مع اريد هذا طباق سلب جميل عشته لم يعشه عشته لم يعشه هذا ماذا عشته لم يعشه عشته لم يعشه عشته لم يعشه هذا ماذا نسميه طباق سلب طيب طباق سلب بالنسبه لكثير وقليل لا هذا ليس هذا ليس طباق في الجمل لانه كثير فوق وقليل راهي تحت بعيدان بعيدان عن بعضهما كثيرا تمام ربي يجازيكم النص ثري وغني كثيرا النص كثير يعني في كثير من الجمل الواقعة مفعولا به جمل واقعة نعتا فيه ممنوع من الصرف كثير من الأمثلة الاستثناء فيه البدل فيه المحسنات البديعية يعني نص ثري جدا تمام ربي يجازيكم ربي يحفظكم بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته